أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. النهاردة هنشرح حاجة جديدة وهي تخص السمارت فون وتهم أي حد معاه سمارت فون أندرويد. الموضوع النهاردة هنتكلم فيه خاصيتين هنفعلهم هينفعونا جدا، واتنين أوبشن يعني هتهم كل الناس اللي معاها سمارت فون. تابعونا. رجعنا لكم تاني. الخاصيتين اولهم ان لو ضاع مننا التليفون او نسيناه في مكان، عايزين نساعد الشخص اللي هيلاقي التليفون اذا كان شخص امين ان هو يرجع لنا التليفون في اسرع وقت. فهنسيب له رسالة على اللوك سكرين تحت الساعة، هنا هنسيب له رسالة برقم تليفون حد من الاسرة او رقم تليفون الارض بتاعنا عشان يتصل بينا ويتواصل معانا ويقدر يرجع لنا التليفون. دايما نقول ساعد الشخص اللي هيلاقي حاجة تخصك انه يرجع لك الحاجة في اسرع وقت، ما تخلوش يكسل او يصرف او يعمل اي حاجة تخليه يعني يتأخر انه يرجع لك الحاجة. طيب هنعمل الخاصية دي ازاي؟ هنسيب رسالة تحت الساعة هنا في اللوك سكرين، هو مش هيبقى محتاج انه يفتح السكرين عشان يقرأ الرسالة، الرسالة تبقى ظاهرة هنا تحت الساعة كده. تمام؟ هندخل على الاعدادات او السيتنج ونكتب لوك سكرين ديسبلاي، تمام، او عرض شاشه الاقفال. وهنكتب هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا انا كاتب مثلا برجاء الاتصال على الرقم ده. طبعا انت لو في دوله اجنبيه هتكتب بالانجلش او بلغه الدوله عشان اي حد يلاقي يقدر يلاقي التليفون يقدر يفهم الرساله بسرعه. طيب احنا هنا في مصر هنكتب مثلا برجاء الاتصال على، ونكتب هنا ما نكتبش رقم التليفون بتاعنا، نكتب رقم تليفون حد من الأسرة أو رقم تليفون أرضي عشان يتصل بينا عليه، لأن هو تليفوننا ده اللي إحنا بنكتب عليه حاليا هو هيبقى معايا أكيد، فإحنا ما ننساش ونكتب رقم تليفوننا. في ناس ممكن تنسى وتكتب رقم التليفون نفسه، لا إحنا نكتب رقم التليفون بتاع حد من الأسرة، بمجرد ما نروح البيت نلاقيه متصل ويتواصل معانا ونعرف إزاي هناخد منه التليفون. تمام، بدل ما تحتار وتحاول تشوف تليفون حد من الناس اللي بره او حاجه، هو هيتصل من نفسه لو هو فعلا ناوي يرجع لك التليفون. ونكتب هنا رقم التليفون اللي بنقول عليه حد من الاسره، حد من الاباء او حد من الاخوه، نكتب رقم التليفون ونقول سيف. كده هنلاقي الرساله دي، الرساله دي يا جماعه هنلاقيها ظاهره تحت الشاشه في اللوك سكرين، وبالتالي بنسهل عليه ان هو يرجع لنا التليفون. دي اول خاصيه، ويا ريت تعملوها دلوقتي، محدش يتاخر ومحدش ينسى ومحدش يقول ان التليفون مش هيضيع مني، ده موقف كلنا متمعرضين ليه. اكتبها دلوقتي على طول بعد ما تحضر الفيديو وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، اكتب الرساله دي على طول، ما تنساش تليفون اي حد من الاسره. طيب هندخل في حاجه تانية برضو بنتعرض بيها، بنتعرض ليها كلنا في البيت او في الشغل، ان انت عايز تدي تليفونك عشان تشوف حد يشوف ايميل معين في الشغل مثلا ومش عايزه يطلع من الصفحه دي، او بتوري له صوره بتاعت حاجه معينه مثلا تصميم معين او حاجه في الشغل مش عايزه يطلع يشوف اي حاجه تاني حتى لو انت سبته ومشيت وسبت معاه التليفون بتاعك. ونفس الكلام في الاطفال، لو مثلا عايز هيشغل يوتيوب بس انت خايف، ده طفل صغير خايف يشغل الكاميرا او يبعت رساله لحد او يتصل بحد بالغلط، فانت عايز تحدد له الحاجه اللي هو هيشتغل عليها. مثلا طفل بيتفرج على صور، هنفتح مثلا جوجل فوتوز او الجاليري، هندوس على زرار الريسنت كده، تمام، دي اخر حاجه احنا شغلناها. هنيجي هنا على الايقونه بتاعت جوجل فوتوز وندوس عليها كده، هنلاقي فيه 3 اختيارات، اخر اختيار من تحت اللي هو ده بن، يعني تثبيت الابليكيشن ده، الشاشه مش هتشغل غير الابليكيشن ده زي كده. هنا بيقول لنا سكرين از بن، يعني شغل لنا كده الابلكيشن ده بس على السكرين وما نقدرش نطلع منه. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل باك او اطلع من الابلكيشن مش طالع، نقدر بس نتصفح الجاليريز بس. تمام، طيب ازاي نطلع من المود ده؟ هندوس على باك وعلى زرار الهوم مع بعض، اولد كده سكرين انبند، يعني السكرين كده نقدر نطلع منه. نفس الكلام لو طفل مثلا عايزين يشغلوا اليوتيوب، كده احنا مشغلين اليوتيوب مثلا، عايزين نعمل الخاصيه دي هندوس على ريسنت
زرار ريسنت وندوس على الايقونة بتاعت اليوتيوب من فوق ونعمل بن. كده خلاص الطفل مش هيقدر يطلع من اليوتيوب، ما قدرش يشغل حاجة تانية، وما نقلقش بقى ان هو يعمل اتصال باي حد او يبعت رسالة لاي حد. هندوس هولد على باك وعلى هوم، كده الشاشة اتفك معانا تمام. طيب لو في حد عمل كده وداس هنا وما طلعلوش زرار البن الاخير ده، يبقى الخاصية دي مش مفعلة على جهازك. طب نفعلها ازاي؟ هندخل على سيتنج او اعدادات ونكتب لوك سكرين، ماشي، نكتب سكرين لوك، سوري، سكرين بيننج، تمام. هنيجي هنا معمولة اون، عندك انت ممكن تبقى معمولة اوف، فهتفعلها، تدوس اون، وان شاء الله اول ما تشغل اي ابلكيشن هتلاقي علامة البن دي ظهرت عندك. طيب نعملها تاني بسرعة، سيتنج، هنكتب سكرين او شاشة تثبيت الشاشة بالعربي او السكرين بيننج، ندخل عليها، واخر حاجة من تحت سكرين بيننج هنا لو هي اوف تعمل لها اون، هتتفعل معاك الخاصية وتقدر تقفل اي ابليكيشن محدش يقدر يستخدمه او محدش يقدر يستخدم غيره، تمام. كده زي ما انتم شايفين بعمل هوم، اليوتيوب شغال معايا مفيش اي مشكلة، ما تقدرش تطلع منه الا اذا دوست هولد وهوم مع بعض، تمام. دول خاصيتين مهمين جدا، طبعا الاندرويد فيه خصائص كتير جدا، بس انا شفت ان الخاصيتين دول مهمين جدا لاي حد، وارجو تستخدموهم ويفيدوكم. وما تنساش لو اول مره تشوفنا تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا، وتعمل لايك للفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.